رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في مساء الخير يا كويت، ويسرنا الحين أن نتواصل عبر الطرف الآخر من التليفون مع الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. مساء الخير وتحياتي لكابتك ولسادة المشاهدين. مساء الخير يا كويت. حياك الله دكتور معانا. دكتور أمجد، بصفتك استشاري للأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ما هو تقييمك للوضع الجديد والراهن للجائحة، وهل هناك دواء قريب؟ ونسمع أن في لقاح، هل هناك أمل في تطوير ووجود لقاح في القريب المتطور القريب العاجل؟ الحقيقة صعب جدا وصف الوباء الوضع الحالي بوصف واحد. احنا شايفين أنه كل دولة بتمر بمرحلة ما مختلفة عن دولة أخرى في التعاطي في هذه الجائحة. بنجد بعض الدول نجحت إلى حد كبير في تطبيق كثير من الإجراءات الاحترازية لحد بشكل كبير من انتشار المرض. نجد في دول أخرى ما زال المرض في الانتشار، وبالتالي احنا أمام جائحة ما زلنا في بدايتها. مرور 3 أو 4 شهور من بدايتها، هذا ما زال أمامنا بعض من الوقت في هذه الجائحة. لكن من المهم هو الاستمرار في الاجراءات، بخصوص العلاج واللقاح. والحقيقه الاجراءات والمراكز البحثيه شغاله بشكل دؤوب جدا، لكن مهم جدا انه الجميع يعلم انه في اكتشاف لقاح في الغالب بيحتاج وقت طويل جدا، ممكن يمتد عده سنوات. احنا امام فيروس جديد مستجد لم يعرفه البشريه من قبل. وبالتالي العمليه ليست سهله، متوقع انه ياخذ وقت. في حال نجاحه مش هيكون اقل من عام، قد يكون أكثر من عام، ولكن لن يكون متوفر للأشخاص بشكل طبيعي قبل مرور عام من الأيام، إذا ما زالت الإجراءات الاحترازية هي الأساس والمفتاح للحماية والوقاية من المرض. دكتور أمجد، سمعنا أن حاليا في توقعات بوجود موجة ثانية لهذا المرض، هل هذا الكلام صحيح؟ هو الحقيقة صعب جدا رسم سيناريو واحد جائحة. احنا شايفين من دول كتير المنحنى الوبائي ابتدى ينخفض لديها، لكن دائما بنحذر انه هذا الانخفاض بناء على معلومياتنا من الجائحات السابقه قد يتبعه موجه اخرى اذا لم يتم الاستمرار بشكل قوي وفعال في نفس الاجراءات. بنجد بعض الدول بمجرد انخفاض المنحنى الوبائي بشكل بسيط حتى انه بيبدا التخفف بشكل غير مدروس وبشكل متسرع، التخفف من الاجراءات الاحترازيه. ده في معظم الاحوال بيتبعه موجه اخرى تكون اكثر شده واكثر حده من الموجه الاولى. نعم دكتور، ايضا يعني بحكم تواجدكم في الجانب الصحي والتواصل مع الحالات اللي قاعد تشوفونها، كيف يتم تقييم الحالات المرضيه بناء على توصيات منظمه الصحه العالميه؟ كما يعلم الجميع انه حتى الان لا يوجد علاج فعال ومحدد علاج مرض كوفيد 19، ولكن العلاج بيتم بناء على تقييم الحاله. تقييم الحاله هنا بنقسم الحالات الى حالات بسيطه وحالات متوسطه وحالات شديده. الحالات المتوسطه هي مجرد علاج، هي الحالات البسيطه والمتوسطه بيكون العلاج مجرد علاج تبعا للاعراض، بنحاول بقدر الامكان ان نخفف، وخاصه من الحمى لو في مشكله في التنفس. كل هذه الاجراءات ممكن تحمي الشخص من اي مضاعفات جديده. في حال وجود حالات شديده وامراض شديده، وخاصه اذا صاحبها صعوبه في التنفس، لابد من دخوله على اجهزه التنفس الصناعي او علاج الاكسجين لمنع حدوث تدهور شديد يؤدي الى ضعفات شديده او يؤثر على الحياه، يهدد حياه المريض. ولذا لابد من تدخل سريع وربما دخوله الى مراكز العناية الفائقة أو العناية المركزة. العلاج في معظم الأحوال بيدور حول مجموعة من العلاجات للأعراض، بالإضافة إلى ما زلنا في دور التجربة لعدد من الأدوية والعلاجات على مستوى العالم. دكتور أمجد، منذ بداية المرض والكويت أخذت حزمة من الإجراءات على الصعيد الطبي والاجتماعي، وانتهت آخر شيء بالحظر الكلي اللي راح ينتهي إن شاء الله في 30 هذا الشهر. شنو تقييمك لهذه الإجراءات في احتواء كوفيد 19؟ الحقيقة منذ ظهور الجائحة وإحنا بنشتغل بشكل دؤوب ولطيف مع وزارة الصحة الكويتية، والحقيقة الوزارة قامت بدور
كبير جدا منذ البدايه، منذ بدايه اكتشاف المرض تم مراجعه الخطط الوبائيه والخطط الاستجابه، تفعيل خطط طوارئ وتجهيز فرق الاستجابه السريعه، تقويه المختبرات الكويت لديها من مختبرات الصحه العامه قويه جدا، لديها فرق الترصد والوبائيات ووحده وبائيات قويه جدا، الوزاره استطاعت ان تقوم بشكل طباق بحزمه من الاجراءات. نحسب انه بناء على كثير من المعادلات انه لو لم تكن فيها الكويت لكان اعداد الحالات تتضاعف حتى مرات خلال الفتره السابقه، وده شفناه في دول كثيره وانهارت بسبب عدم اتخاذ مثل هذه الاجراءات. الكثير من النظم الصحيه التي كانت تعد من النظم القويه جدا ولها ترتيب اول او ثاني على مستوى العالم انهارت امام اعداد الحالات، لكن الحمد لله لخدمه الاجراءات نتمنى ان تستمر هذه الاجراءات خلال الفتره القادمه الى ان يتم التعافي تماما او المرور من هذه المرحله الحاليه من مرحله الموجه الاولى من كوفيد 19. صحيح دكتور، وقد اشرت الى نقطه مهمه جدا وهي احتواء الازمه منذ البدايه، لكن دكتور لربما يطرا هذا السؤال كثيرا وهو مدى انتقال المرض من حاله لا تظهر عليها الاعراض لاشخاص اخرين. هو الحقيقه حتى الان لم يثبت نظريا، ممكن لكن حتى الان لم يثبت في عده ملايين من الحالات التي تم فحصها وتم اكتشافها وتم دراسه تاريخها الوبائي، لم يثبت انه الاشخاص الذين لا يظهر عليهم اعراض لديهم قدره كبيره على نقل المرض الى الاخرين. احنا شفنا حالات بتكون ايجابيه لاشخاص ليس لديهم اعراض، ولكن الشرط الاساسي انتقال المرض هو وجود رذاذ، ومعنى هذا انه الرذاذ يكون غالبا مصحوبا باعراض كالكحه والسعال. صحيح. لكن في نقطه مهمه قوي عاوزين نتكلم بين الاشخاص اللي بدون اعراض والاشخاص اللي باعراض خفيفه جدا. وجدنا كثيرا مما تم الابلاغ عنه انهم بدون اعراض عند سؤالين اكتشف انه كان وجود نوع من انواع الحمى او العطس او السعال لم يبلغ عنها، وبالتالي تم احتسابهم ان هم مرضى بدون اعراض، ولكن في الحقيقه كانت لديهم بعض الاعراض الخفيفه. فوارد جدا ان يكون في شخص لديه اعراض خفيفه، ده اللي الشخص هذا هو الذي يستطيع ان ينقل المرض للاخرين. نعم دكتور، تفضلت وقلت قبل شوي ان ممكن ان هذا المرض يطول، وتوك قلت بعد ان في مرضى ما تطلع عليهم اعراض، ودنا لو تذكر للسادة المشاهدين أهمية السلوكيات وثقافة التباعد والالتزام بالإجراءات الموضوعة للتعايش مع هذه الحالة. الحقيقة أشكرك جدا على إثارة هذه النقطة، والحقيقة بنثمن دور مسائل خير الكويت في التوعية ونشر الوعي. الحقيقة كما ذكرنا وكما يعلم الجميع الآن أنه حتى الآن لا يوجد علاج فعال، لا يوجد لقاح فعال، ومن بناء على الخبرات غالبا هيبقى عده شهور وقد تمتد الى سنوات هذا المرض، وبالتالي الحاله الوحيده او الاجراء الوحيد المتاح لدينا جميعا هو الوقايه. نعم. اجراءات الوقايه، واجراءات الوقايه هي اجراءات بسيطه اهمها بالطبع هو التباعد البدني بشكل كبير، الحفاظ على دائره قطرها على الاقل متر بيننا وبين الاخرين، تجنب الاماكن المزدحمه، بالاضافه بالطبع الى الاجراءات الاساسيه من النظافه الشخصيه، غسل الايدي، اداب العطس والسعال، كل هذه هي الاجراءات الوحيده المتاحه لدينا لمنع انتشار المرض ومنع تدهور في الحالات بعد ذلك. صحيح. دكتور، يعني كما نرى ونتابع هناك جهود كبيره وعالميه في مكافحه هذا الوباء والاحتوائه، هل تسفر هذه الجهود عن خبر سعيد في القريب المنظور؟ ولا هي الاخبار كما يتم يعني تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بان اللقاح لن يتم الافراج عنه او الاعلان عنه الا بعد مده طويله؟ الحقيقه المره الثانيه صعب جدا ان احنا نقول في خبر سعيد للعالم كله او خبر سيئ للعالم كله، الاخبار السعيده او السيئه بتبقى معتمده على لكل دوله على الاجراءات اللي بتتبعها. احنا بنحذر اكثر من مره ان ما زال امامنا بعض من الوقت، لابد ان نتعايش مع هذا المرض فتره زمنيه قادمه. نعم. وبالتالي لابد من تطبيق الاجراءات. الخبر الجيد هو عدم انتشار المرض، تسطيح المنحنى الوبائي، عدم حدوث كما راينا من عدد من الدول الحقيقه اللي انهارت امام هذا المرض انظمتها الصحيه والمستشفيات وما
بين خدمة، وشوفنا في المقابل دول أخرى استطاعت بشكل كبير الحفاظ على المنحنى بشكل متقطع، عدم زيادة حالات أعداد كبيرة. الخبر السعيد أنه عدد الدول اللي بتنجح هي اللي تزيد، ونستطيع إلى المعادلة لدينا الحفاظ على الاقتصاد وسير الحياة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الحفاظ على الأساسيات وخاصة التباعد المكاني أو التباعد البدني. دي المعادلة الصعبة اللي كل دولة لابد أن تفكر فيها إزاي العودة التدريجية مع تقييم المخاطر بشكل مستمر. نعم، كل الشكر لك الدكتور أمجد الخولي الاستشاري في منظمة الصحة العالمية على هذه المعلومات وعلى جوابك على الأسئلة اللي محضرين لك إياها. متابعينا طالعين فاصل وراجعين لكم.